السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بحول الله سوف نقوم بانسحاب امتحان الجوي 2018 جهة فاس من كلاس. في التمرين الأول طالبين منا واحد حل معادلتين تاليتين كما كتلاحظوا في السبورة. ألف أطول معادلة ألف هي 3 إكس على 4 زائد 7 على 3 كتساوي إكس على 12، وباء عطاونا إكس ناقص 3 عامل 2 إكس زائد 2 كتساوي إكس سيدنا ناقص 9. إذا الجواب على ألف هو كالآتي: لدينا كناخذ المعادلة ديالي كناخذ المعادلة ديالنا زائد 7 على 3 كتساوي إكس على 12. هنا اللي كتلاحظوا بأن هذه المعادلة عبارة عن كورسور. إذا اللي كانت عبارة عن كورسور أول حاجة غنديرها هي نحد المقام لجميع حدود هذه المعادلة. إذا 3 إكس غادي نضربها في 3 على 4 في 3 لأن المقام المحد هو 12، 4 في 3 كيعطي 12. إذا ضربت في 3 لتحت خصها الفوق نضرب في 3 زائد بالنسبة هنا المقام هنا غنضربو في 4 باش يعطي 12 خصها الفوق نضرب 7 في 4 تساوي. بالنسبة لهذه المقام ديالها موحد ما غادي ندير له حتى حاجة غنخليه كما هو. بعد ذلك غادي نحسب البسط معايا، غنحسب البسط ونحسب المقام هي 9 اكس لان 3 في 3 اكس هي 9 اكس، 4 في 3 12 خلاص، زائد 7 في 4 28، 3 في 4 12 كتساوي اكس على 12. بعد هذا كنستغني عن المقام، كنستغنى عليه كتولي 9 اكس زائد 28 تساوي اكس، 12 تمشي بحال هكا، اي 9 اكس غندوزو هاد اكس لهاد الجهة تولي ناقص اكس تساوي زائد 28 دوز زائد تولي ناقص 28، لأن العدد حينما يتخطى الرمز التساوي تتغير إشارته، إذا كان موجب تصبح إشارة موجبة يصبح سالب، وإذا كان إشارته سالبة يصبح موجبا، يعني إذا كان ناقص كيولي زائد، ولا كان زائد كيولي ناقص كما كتلاحظوا هنا عندي زائد ولا زائد، هذه درت لينا ولات ناقص إكس ماشي 9 عفوا، وهذه زائد 28 درت لي ولات ناقص 28، إذا هذه درت لينا ولات ناقص إكس، وهذه مشات لي ولات ناقص 28، أي 9 إكس ناقص إكس هي 8 إكس تساوي ناقص 28، أي إكس تساوي ماذا؟ إكس كتساوي ناقص 28 على 8. نقوم بالاختزال بأربعة تعطينا ناقص 7 على 2، 28 على 4 تساوي ناقص 7، ناقص 28 على 4 كتساوي ناقص 7، و 8 على 4 كتساوي 2. أعيد أختزل بالعدد، هنا قسمت البسط والمقام على 4 باش تعطينا ناقص 7 على 2، ومنه ضروري بعد الجمل اللي مكتوبش هاد الجملة راه كيتحسب الأستاذ النقطة ومنه حل المعادلة هو العدد ناقص 7 على 2. هذا الحل بالنسبة لألف. بالنسبة لباء، باء عطاونا لدينا بالنسبة لمايا لدينا إكس ناقص 3 عامل 2 إكس زائد 2 تتساوي إكس سيدنا ناقص 9. هنا عندي العامل، لاحظوا معايا عندي هنا العامل، حينما يكون عندي عامل أول حاجة نفكر فيها نفكر في المستبقات الهامة باش نعمل حتى الطرف الآخر وكنلاحظ بأن هذه الأولى هذه إكس ناقص 3 راه كاينة هنا، لأن هذه إكس سيدنا ناقص 3 أس 2 هي المستبقة الهامة الثالثة، هي إكس سيدنا ناقص 3 أس 2 هي أو سيدنا ناقص ب أس 2 اللي هي إكس ناقص 3 عامل 2 إكس زائد 2 تتساوي إكس سيدنا ناقص 3 أس 2، إذا أصبحت 9 هي 3 أس 2 ستعطي ماذا؟ إكس ناقص 3 عامل 2 إكس زائد 2 تساوي إكس ناقص 3 عامل إكس زائد 3. شنو درت لها؟ رديتها على شكل أ ناقص ب عامل أ زائد ب، لأن هذه أ وزدنا ناقص ب وزدنا المستبقة الهامة الثالثة هي أ وزدنا ناقص ب وزدنا. شنو كتعطي؟ لاحظ معايا نكتبها جانبا،
A أوزي 2 ناقص B أوزي 2 كتساوي A ناقص B عامل A زائد B. هذه المسترقة الهامة الثالثة هي اللي طبقت في السؤال. بعد ذلك غادي ناخذ هذا الطرف هذا كامل غندوزو لهذا الجي ندوزو كامل لهذا الجي هي X ناقص 3 عامل 2 X زائد 2 ناقص X ناقص 3 هذا يصير ناقص لأن هذه راه سبقها هنا إشارة زائد دز كاملة X زائد 3 أصبح هي غيبقى العدد صفر غيبقى العدد صفر عفوا نسيت أي اللي غيعطينا X ناقص 3 هو العامل المشترك عندنا X ناقص 3 هو العامل المشترك راح معايا X ناقص 3 X ناقص 3 هو العامل المشترك ما بين الحدين العامل المشترك ما بين الحدين هو X ناقص 3 هو X ناقص 3 أنا سطرت عليه هو X ناقص 3 هو العامل المشترك سأعمله به اللي غيعطينا هنا كثير ديال الكلام كيدير هذه المعقوفة وغيقدر يضرب لنا في الإشارة وأقول دائما فاش يكون الأقواس وتكون عندي هنا الفرق دائما نخلي الأعداد ب بالأقواس ديالهم تساوي صفر. بعد ذلك أش يعطينا X ناقص 3 عامل نحيد الأقواس عفوا المعقوفتين يعني نحيد الأقواس اللي داخل تصبح غير قوس واحد زائد 2 ناقص X ناقص 3 تساوي صفر. أي أعطينا X ناقص 3 عامل 2 X ناقص X هي X وزائد 2 ناقص 3 هي ناقص 1 لاحظ معايا 2 X غادي 2 X ناقص X هي X ثم زائد 2 زائد 2 ناقص 3 هي ناقص 1 متفقين تساوي ماذا؟ تساوي صفر ومنه فاش كنلقاو هذا كنقول هذا الطرف كيساوي صفر او هذا كيساوي صفر لان عندي هذا عامل هذا كيساوي صفر لان احد العاملين كيساوي صفر او ومنه اكس ناقص 3 كتساوي صفر او اكس ناقص 1 تساوي صفر اي اكس يساوي 3 او X يساوي 1 وفي الأخير أكتب الجملة شنو هي الجملة اللي غنكتب غنكتبها هنا وبالتالي كنكتب وبالتالي حل المعادلة هو العددين العددين واحد وثلاثة واحد وثلاثة بهذا نكون جاوبت على السؤال رقم واحد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.